يقول مولانا الإمام البصيري يعني بيعتذر يا رحيما بالمؤمنين إذا ذهلت عن أبنائها الرضعاء، يا شفيعا بالمذنبين إذا أشفق من خوف ذنبه البراء. ده في الهمزية بتاعته. قد لعاص وما سواي هو العاصي ولكن تنكر استحياء. ألف البطنة المبطئة السير، الأكل يعني كتير من البطنة، ألف البطنة المبطئة السير بدار بها البطان بطاء. أخرته الأعمال والمال عما قدم الصالحون والأغنياء. شوف اللي قدموا لأنفسهم. هو ده قدم لنفسه. أخرته الأعمال والمال عما قدم الصالحون والأغنياء، كل يوم ذنوبه صاعدات وعليها أنفاسه صعداء. فبكى ذنبه بقسوة قلب نهت الدمع فالبكاء مكاء، وغدا يعتب القضاء وليس لعاص عذر فيما يسوق القضاء. أوثقته من الذنوب ديون شددت في اقتضائها الغرماء، فبكى ذنبه بقسوة قلب نهت الدمع فالبكاء مكاء. فالادخار عندهم ادخار العمل الصالح عند ربه في الآخرة. ده مش كده وبس، هو لا يجد لهذا، يجد هذا العمل هباء منثورا، وإنما لا يلقى الله إلا بمحض رحمته. الله لا يرى نفسه إلا عاصيا لا يستحق شيئا مهما عمل، مهما عمل من إنما صالحات. وإنما يعمل هذه الصالحات في الحقيقة عبودية ورقا لله تعالى.